الشهيد البطل حاتم أسود محمد أبو منتظر آل محمداوي، من مواليد 67 وتسعمائة وألف، من محافظة ميسان قلعة الصالح. نشأ وترعرع من أسرة مسلمة ومواليه لآل البيت عليهم السلام. كان يعيش بين أهل منطقته ويعرف بسمو الأخلاق والسلوك الحسن. هاجر إلى جمهورية إيران الإسلامية عام 83 و900 وألف، بسبب بطش النظام الصدامي المجرم. التحق بصفوف قوات بدر في عام 84 و900 وألف، وعمل في صفوف المجاهدين في عام 85 و900 وألف. اختير للعمل في أهوار الجنوب، وكان شابا يافعا مؤمنا شجاعا. وأرى الموت ساجدا يقبل أقدامك يا أبا منتظر في أرض المقدسات. وبذلك تكون بدر قد فقدت رجلا أسماه شيخ المجاهدين الحاج هادي العامري عماد مغنية العراق، وكان حقا يستحق هذا التكريم.